الحديث حول تدفق المساعدات الإنسانية لداخل القطاع. تحياتي عمر، تحياتي لمشاهدي قناة نيل الأخبار في كل مكان. بالفعل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر وبكثافة كبيرة تتقاطع مع الجهود الإغاثية والإنسانية عند نقطة واحدة، وهي وقف إطلاق النار ومن ثم زيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة في الوقت الذي تستقبل فيه مصر وفود إسرائيلية وأمريكية، وعلى رأسهم مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرز، وأيضا وفود من إسرائيل، بالإضافة إلى عقد مشاورات مكثفة مع وفد من حركة حماس بهدف تذليل كافة العقبات والوصول إلى عقد هدنة سريعة ووقف إطلاق النار. هناك أيضا جهود مصرية تبذل في أكثر من مستوى على يعني الصعيد الإنساني والإغاثي، بدءا بمحل الإقامة التي وفرتها محافظة شمال سيناء داخل مدينة العريش للعالقين والجرحى والمصابين، مرورا بالخدمات الطبية داخل مستشفيات شمال سيناء وأيضا محافظات القاهرة الكبرى، وصولا إلى إدخال مثل هذه الشاحنات التي تقف في الخلفية من ورائي، وهي آلاف الشاحنات المحملة والمكدسة بالمساعدات الغذائية والإنسانية التي يعني مصر تبذل جهود من أجل وصول هذه الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم، ولكن دائما إسرائيل تفرض كعادتها دائما استخدام يعني أسلوب المماطلة والتسويف والمراوغة لعدم إدخال هذه الشاحنات بشكل الكافي. على سبيل المثال بالأمس لم يدخل سوى 4 شاحنات فقط للمحروقات إلى معبر كرم أبو سالم، وهي شاحنات للغاز والسولار. وعلى أي حال يعني الغاز والسولار والبنزين هي يعني مواد أساسية وحتمية وضرورية لتشغيل المستشفيات. وبالفعل وزارة الصحة على مدار يومين داخل قطاع غزة تحذر تحذير شديد، وقالت أن هناك بعض مولدات الطاقة الكهربائية بالفعل توقفت عن العمل نظرا للنقص الشديد في الغاز والسولار، ومن ثم تهديد حياة مئات الأطفال في العناية المركزة وأيضا الحالات الجرحى والمصابين المهددة بالموت السريع نظرا لعدم توليد أو عدم تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية داخل هذه المستشفيات. طبعا هذا إلى جانب منظمة أو الصليب الأحمر الدولي الذي قال بالأمس، صرح بأن منطقة شمال قطاع غزة علينا أن نصل إليها بسرعة شديدة لأن السكان هناك محرومون من كل شيء. كما طالب أيضا الصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتأمين احتياجات سكان قطاع غزة من المواد الإنسانية والإغاثية، حيث قال أن معبر كرم أبو سالم لا تدخل منه شاحنات على الإطلاق، في حين أن المدير العام لمنظمة الأونروا قال أن يعني 500 شاحنة هو المعدل الطبيعي الذي يمكن أن يلبي احتياجات أهالي قطاع غزة من يعني المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، ولكن ما يدخل هو قليل جدا جدا، ربما لا تدخل في بعض الأيام أي شاحنة على الإطلاق سواء مساعدات إنسانية أو إغاثية. بالإضافة طبعا لتصرفات الهوجاء للمستوطنين الذين يقومون أيضا بالاعتداء على هذه الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم، طار بتدمير هذه الحمولات وطارة أخرى بإشعال النيران في شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية. كل هذا طبعا مع حراك وجدل سياسي داخل إسرائيل وضغوط شديدة من الشارع الإسرائيلي أولا، والذي لأول مرة كان هناك يعني مظاهرات مؤيدة ومعارضة وأسفرت عن مقتل أحد المعارضين في هذه المظاهرات. اتسعت رقعة المظاهرات داخل إسرائيل إلى مدن وأحياء لم تكن تصلها. هناك أيضا مطالبة لأول مرة بعصيان مدني في إسرائيل من قبل المتظاهرين ومن قبل أيضا إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق ويهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، طلبوا بضرورة أن يكون هناك عصيان مدني داخل إسرائيل من أجل الضغط على حكومة نتنياهو بهدف الوصول إلى هدنة. ويمكن لبيد اليوم صرح صباح اليوم قال أن على نتنياهو أن يقبل هذه الهدنة بشكل عاجل لأن الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور بشكل سريع، ونحن لن نكسب هذه الحرب خلال عام أو أكثر ولكن ستمتد إلى سنوات طويلة، وبالتالي من الأحرى ومن الأفيد لنا أن نعقد هذه الصفقة من أجل الاقتصاد الإسرائيلي ومن أجل إعادة المحتجزين، وأيضا من أجل أن جنود الاحتياط لم يعد لديهم القدرة على التحمل ولم يكن لديهم تحمل على هذه الحروب طويلة الأمد التي تقودها إسرائيل الآن في قطاع غزة. كل هذا يأتي وسط خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي على مستوى الأرواح والمعدات. ويمكن بالأمس أخيرا كان إسرائيل صرحت وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حادث أمني خطير مكون من 4 أكمنة تعرضت لها في منطقة تل الهوى. وكلمة حادث أمني خطير عندما يذكر في
في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنما يعني بشكل واضح وصريح أن هناك عدد كبير من القتلى وهناك عدد من الجرحى. صحيح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تصفح عن عدد القتلى، ولكن دائما بيتم الإفصاح عنه بعد إبلاغ أهالي الضحايا أو أهالي القتلى، ثم بعد ذلك يتحدث المتحدث الرسمي أو وزارة الجيش الإسرائيلي تعلن بشكل واضح وصريح عن أعداد القتلى وأيضا الجرحى والمصابين. كل هذا مع عمليات عسكرية تتركز في ثلاث أماكن، في منطقة الشجاعية في شرق مدينة غزة، وفي تل السلطان في غرب رفح، وأيضا في منطقة وسط قطاع غزة. نعم، هذه هي الصورة عمر على المستوى السياسي والإغاثي والإنساني وأيضا الحراك داخل الشارع الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الصبور من العريش. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. بطبع سنعود إليك محمد لمتابعة الأخبار أولا بأول. شكرا جزيلا لك.